أحيت سفارة المملكة المتحدة في مملكة البحرين الذكرى السنوية لضحايا الحروب، وذلك بوضع أكاليل الزهور في السفارة البريطانية، حيث شارك في الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي على رأسهم سعادة السفير البريطاني رودي دراموند وممثلون عن السفارة البريطانية والقوات البريطانية المسلحة، فضلا عن عدد من أفراد الجالية البريطانية. الذكرى الواحدة بعد المئة على نهاية الحرب العالمية الأولى، مناسبة تتزامن مع 11 من نوفمبر هذا العام انطلقت فيها مجموعة من الاحتفالات والمراسم في المملكة المتحدة وسفاراتها حول العالم. وفي سفارتهم في المنامة شاركت مملكة البحرين إحياء هذه الذكرى الخالدة عبر اجتماع عدد من ممثلي مختلف الديانات بالمملكة للصلاة على أرواح من قضوا نحبهم في الصراعات والحروب من أجل الحرية والسلام. نحن فخورون باستضافة هذه المراسم هنا في البحرين، وهي فرصة للجالية البريطانية وللعاملين السابقين في البحرين لتقديم احترامهم لأولئك الذين فقدناهم في الحروب السابقة وكل الحروب. وهذا العام حاولنا تنظيم خدمة متعددة الإيمان لجميع الأديان ولأطفال المدارس والأجيال الأصغر لمشاركتهم هذه المراسم. يمثل اليوم احتفال العالم بهذه الذكرى الماوية للاحتفاء بكل من ضحى في سبيل الدفاع عن الأوطان وعن الشعوب في العالم، سواء في المجتمعات الغربية أو العربية. وهذه ذكرى نحتفي فيها كل سنة لتقديرا لهذه الأرواح التي بذلت كل ما لديها من غالي وثمين في سبيل الدفاع عن هذا الوطن، في سبيل النماء وفي سبيل التطور. وهذا كل الاحتفال من أجل التذكير بأنفسنا والآخرين أن احنا لدينا مسؤولية كبيرة في الحفاظ على كل المكتسبات من أجل أن تمتد هذه المنجزات لأبنائنا وللمستقبل الزاهر للمنطقة. سعادة السفير البريطاني برفقة عدد من السفراء الحضور شاركوا في وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري تكريما لكل من سقطوا خلال الحرب في سبيل أوطانهم. يشارك مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لأول مرة في هذا الحدث الهام الذي طبعا تنظمه السفارة الإنجليزية من كل عام لذكرى الضحايا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل السلام ومن أجل المحبة والتعايش السلمي. ومن هنا طبعا نحن قدمنا في خلال هذا الحدث او هذه الفعاليه بصلاه من مختلف الاديان لاول مره في البحرين. انه مهم للغايه ان نتذكر التضحيات التي قدمها الاخرون والتي قدمت لنا فرصة العيش براحة وأمان، وهذا قد يبدأ بتذكر الجنود. وفي وقتنا الحاضر من الممكن أن نضيف لهم رجال الشرطة ورجال الدفاع المدني الذين ضحوا بحياتهم في سبيل خدمة المجتمع. لطالما وجدت البحرين ودودة وشعبها لطيف جدا، وأنا سعيد بعودتي إلى هنا مرة أخرى، ولا أريد المغادرة ولكن يتوجب علي ذلك. وفد مركز الملك حمد للتعايش السلمي مع جمعية هذه هي البحرين شاركوا في الاحتفاء بهذه الذكرى الهامة تقديرا لما تقدم من تضحيات جليلة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتعايش بحرية وسلام، احتفاء بمن ضحى بحياته من أجل وطنه. تقف بريطانيا كلها احتفاء بهذه الذكرى الخالدة لضحاياها في الحروب، متوشحين بزهرة الخشخاش الحمراء احتفاء بهذا التقليد الخالد في كل عام. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.